صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم الطقس بياخذ العقل واحضرونا اذا بدكم تظهروا بعد اللايف، ما هيك؟ صباح الخير شربل. صباح النور. عم نحضر لكم قصص كثير طيبه فيكم ترجعوا تعملون بالبيت. وهلا بعدنا بمود الاعياد. مزبوط. بعد عنا اليوم بكرة منرجع منقلع. بدنا نسمكن شوي، اكيد نحط لهم شويه نشا. كثير مهم انه تكون شويه كونسنتري البويون، لانه هو اللي بده يعطينا مثل الصوص. الصوص كونسنتري مزبوط، مش الليكيد. وهيك بيمنع الاكله انه تكون ناشفه. مزبوط، لانه بتعرفي البطاطا منا هينه، خاصة مثل الدخليه على الفرن تمتص الليكيد كمان 100%. لازم يدل فيها الليكيد. لازم يدل فيها. هلا هون نحن فينا شوي اذا حابين، يعني فينا نحن نحط هون بقلبها، سوري، فينا نحط بقلب مع البطاطا، فينا نحط شويه بيكون، فينا نحط بصل كراميليزي، فينا نستخدم نحن القصص اللي بنحبها، الحشوه اللي نحن بدنا اياها، ما في بروبلم بقلبها هون، بس شرط تكون الباز بطاطا. اوكي يلا هون الفطر بلش. شامبينيون دو باري يتقلى. مزبوط، واحد صح. حتى بالشامبينيون فينا
نعمل اللي نحن بدنا اياه. البطاطا يعني مش ترانشيت. البطاطا كيوبس. ليكي قد ايه وصلتهم لدرجه انه يصيروا كروت كثير قرشوا لانه بدي احط ليكيد فوقهم. لهيدا السبب حمصناهم مضبوط. حتى مشوي فينا نعمله مثل مقليين. سوري الشكل المشوي بالفرن بيطلعوا مثل كانه مقليين. مثل كانه مقليين، ايه نتيجه لانه حطيت لهم شويه زيت، تبلتهم بشويه زيت. صارت كثير كريسبي هلا الحبه، يعني صارت بتحسي انه عم تسمعي قرشتها انت وعم تفتحيها، يعني مبينه انه خلص عملت كروت. طريقة بطاطا بدنا نقي لك وحده محمصه مضبوط. بس انتبهي ستاف كثير بعدها سخنه. ايه بعرف. يلا هون خليني ملح وبهر وبهر شامبينيون عندي بهار ابيض. لكن شو بدنا نعمل بهالبطاطا؟ يلا بطاطا نبلش نحط الباز. ملعقة عن جد كريسبي، كثير كريسبي كثير كريسبي صح. سو ما تقلوا البطاطا، حطوهم بالفرن هيك روعة روعة، خاصة هلا يلي كمان عنده فرن الحطب بالبيت بالجبل. ما في أطيب من حبات البطاطا هيك مع شوية كستنة، مع إنه الطقس عم بيكون شمس هلا، بس إنه بتعرفي هيدي أكلة شتوية اليوم مش معقول كثير. لاحظتي عم نوزعهم بطريقه معتد لكلياتهم قد بعضهم، وفينا نجيب نعمل مثل ما حكيت فخاره عاديه كبيره نحطها ونعملها نعمل فخاره وحده يعني ما في بروبلم. يلا هون بعد شوي هون بدنا نترك اكيد محل لانه بدنا نحط منيح جبنه عليها. واو شو طيبين. هلا بدنا نحط الصوص عليهم. بدنا نحط الصوص عليهم، بدنا نحط الزعتر. اوكي. بدنا نحط الفطر. اورايت. خليها هون. يلا نقلبهم مضبوط. روعة، يلا الفطر رح يخلص. هون أنا رح بلش حط زعتر أخضر. زباع. اوكي. بحفظ زعتريت طيبين بقلبهم. هيك هون حطينا كثير، خلينا نقسمهم مضبوط. هون كمان مع مرقة العجل بتطلع كمان روعة، يعني عم بلش تركب هالطعمات كلياتها سوا مع بعضها. لوش؟ إذا ما عندنا مرقة عجل شو فينا نعمل؟ هلا من المستحسن انك انه يكون عندك، من المستحسن لانه بتصير ساترة ناقصة. إلا بت حسيت بدك تقول لي هيك من نظراتك. ما في الا بديل انه طيب مرقة العجل فيها. هلا فيك تقول لي ايه مرقة الدجاج بس ما كثير، هيدي بدها اوكي بدها انا بحب هيدي الطعمة معها، يعني مثل ما حكيت استوحيناها شوي من الـ من الـ من الترتيفلات، من روسات الترتيفلات لأنها من الأطيب. واو يلا قسم شامبينيون من شامبينيون بملعقة أفضل كمان نحطهم معها. قد ايه بتستوحي هيك بتعطيكي هالأكلة تام الشتاء، تام الاكل الشتويه يلي مزبوط. ما بفتكر تحسي انه بتقدري تتقبلي هيك اكله بالصيف. مزبوط. هلا في ساقعه بس اليوم مشمسي. مزبوط. يعني اول ما تعصف بليز اعملوا هالوصفه. حطوا هالوصفه لانه من الاكلات اللي شتويات بامتياز، وخاصه اللي قاعد هلا بالجبل هيدي الأكلة مناسبة. يلا لكينا لكن فتر. أول شيء حطينا البطاطا المشوية بالرمكان، رجعنا صح. زدنا مرقة العجل مزبوط، رجعنا حطينا زعتر
وبعدين الشامبينيون. الشامبينيون حطيناه هون هيك. هلا بدنا نغطي بالجبنة. اوكي، اي نوع من الجبنة؟ راكليت. راكليت 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 راكليت. ايه بعرف. قوية كتير كتير كتير، مش شوي كتير، مش شوي. هلا مثل الفوندو كمان، مثل الفوندو. ايه وبس انه برجع بعيد كمان مثل ما حكينا هذيك النهار انه خلصته فتحوا الشبابيك. فتحوا الشبابيك. ريحة كتير قوية، ريحة الراكلات مزعجة جدا. مزبوط، ما هيك ناتالي؟ خلوها بالبراد اخر تكه، لانه اذا خليناها ظهرناها لبرا وشوي تركناها برا بدها تصير تعذبنا نقدر نشيلها، لانه بتعرفي كثير كريمي هيدي الجبنه، بدنا ننتبه عليها بتلزق. صح. بقى ننتبه انه ما فينا نحط غير نوع من الجبنه ابدا. بلا بلا اكيد شقفه تبري. كنا عم نحكي عن الروبلوشون جبنه، عم نحكي شقفه كامامبير، جرويير. لانه بننزع شكل الساندويتش. يلا بدنا نعملها اوبن ساندويتش. ايه مزبوط. هلا من هي بس بدنا نرجع نقصها بترجع بتقدري تلقطيها. اكيد بنرجع فيها. صح. ايه اوكي، فتحناها هيك اكدنا عليها مزبوط انه صارت. فيني حط هالفارس بقلبها. رح شيل شويه صغيره من اللب تبعها. هو اللي اطيب شيء.
كل شيء بالباجيت كل شيء بالباجيت 12 مينوت شربت ايه 12 مينوت بيرفكت يا الليون مزبوط خلي ياخذوا هالطعمات كلها من بعدها بس تاخذ لون شوي تركي معناتها صار فيني هلا دغري حطها طلع شعفة صغير منهم عم تزعبي عم تزعبي اللوحة يلا هون نهار الأحد أنا ماني مصدق كل الإكيب معنا اليوم كل الإكيب اليوم لأنه نحن هون شفت كيزا بدنا نشله شقفة كتير كبيرة اليوم الحصة الأكبر بس شو بدك من الاثنين ولا بس الباكيت؟ أوكي من الاثنين شو هالسؤال؟ شو هالسؤال؟ شو هالسؤال؟ ما تسألي هيك سؤال لكيزا يلا رح نحطهم هيك لك أنا قاعدة هون حدك بتعود على الريحة بس تشوف الشباب قربوا يعني خلص الريحة كتير قوية طيبة وريدي جاهزين كيف؟ بلشوا يحضروا حالهم كلهم هون هلا يلا ها شوفوا كيف فرجينا all of them يلا next اوكي نسيت اوكي شوية تشيلي فليكس بقلبها مش حرة مش حرة بس هيك ايه سبايسي كتير كتير طيبة كتير بتعطيها طعمة عشان نحطهم بالعرض هيك خليها تاخد مزبوط ماشي اليوم تشيز بتشيز كلها ايه ولا هيك عم بقول انه اليوم هيك انه بعد هالسقعات موجودين هيدا الواحد بياكل لقمة لكل نهار هيدي لكل نهار للسقعات صح طب يلا روعة بدنا نجيب نضهر ال لا 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 في شيء عم بيصير جوا بالفرن في شيء عم بيصير بالفرن ديبو ونحن دبنا صراحة مثل ما هي هيك كمان بالفرن قد ايه بدها وقت؟ ما بدها كثير وقت، الساندويتش اسرع من الرامي كنز لانه
نحن عندنا بلبنان كثير كثير بتصير طريه. مزبوط. ليه؟ أوكي؟ لانه ما بتعطيك زيت الكاليتي اللي بتجيبيها من برا، مع انه كل شيء عندنا يعني هو منظر حلو بس تطلع هيك زيكزاك برات الباجيت تطلع 100% مهضومه، بس لما تجيبيها بس عم بحكي عن هالصنفان من الخس. مزبوط. يعني كل شيء نجح. رح نبلش بصمت. رح نبلش بالصمت لأنه ما عنا شيء نقوله. اكزاكتلي. أوقات بس تسكتي بتعبري أكثر من مقدر أكثر. بونجور ستيفاني. بونجور سافا. يعني شربل شو هيدا؟ يلا ما عنا كثير وقت، بدنا ندوق بسرعة. فسروا لي شوي ولا شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ عاملين راكليت. شربل شوي شوي ريلاكس لأنه مش حيكونوا كلهم مش لقلك لقلك هلا بس دوي أول ما أخذ لي الصحن هلا بس دوي أول لقمة ساعتها أوكي ركلت مع شو؟ أنشأ ركلت مع بطاطا زعتر شامبينيون شامبينيون بقلبها كومبينيشن طيبة ميرسي هي كتير سخنة يعني هي كتير سخنة طالعين من الفرن لا لا كيف هون يعني بعد في 1 مينيت رنا حبيبي ما فينا ندوق هيك شيء سخن اوكي بقول بخصوص الباجيت يلا بخصوص الباجيت كاملين نعم. اليوم لانه الحلقه هيك عم نحكي عن الباجيت وعن الراكليت لا باجيت افيك افيك لو غازون نسكرها هيك صارت رجعت باجيت طبيعيه نقص دعمه الزعتر طعمة الزعتر طعمه الفرق واو شربل نتالي عم تطلب منك تروح شوي على اليمين ما الله سعدنا لا مش حاطط ايدي شنو شربل في حدا بيسلم عليك من الفانز اوكي سلمي لنا عليهم الفانز كتار شربل اوكي بس هيك كثير طيب هالشيء نعم هيدي اطيب هلا بدي ادوق كيف بدي اكل شربل كيف بدي اكل على الهواء واو سي با جونتي دو تا بار شربل بدي ادوق هاي نتالي مش بدي اقول لنا خلص وقتنا شفتي هلا بدنا نخلص وقتنا انا كمان بدي ادوق هيك بس يلا انا على العجله فرطت خلص وقتنا بدي ادوق الساندويتش ايه انا كمان يلا شو مشاهدينا انا برجع بشوفكم نهار الثلاثاء ان الله راد بتمنى لكم احد مبارك نهار حلو و باي باي واكل طيب نهار حلو واكل طيب كتير طيب مش معقول عن جد مش معقول